إن شاء الله الدعم للجيش اللبناني حيكمل. أمن العودة الأمن للناس على أرزاقها. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين هذه النشرة. مهمنا هو أمن اللبنانيين في عرسال، وأيضا أنه عرسال ترجع تستعيد حياتها الطبيعية. الحريري إثر استقباله لواء إبراهيم، نفتح باب التفاوض مع داعش إذا كان من صلبه مصير العسكريين المخطوفين. المرحلة الثانية من اتفاق الجرود قيد التنفيذ والنصرة خارج الأراضي اللبنانية. ارتفاع عدد قتل الجنود الروس في سوريا إلى 40 هذا العام وموسكو تنفي ذلك. المرحلة الثانية من الاتفاق بين حزب الله والنصرة استكملت ليغادر أبو مالك التلي وعناصره جرود عرسال برفقة قرابة 5000 نازح بواسطة 113 حافلة عن طريق فليطة، طريق حمص الدولي، حمار، في حلب وصولا إلى إدلب. الاتفاق الذي أنهى وجود الإرهاب في جرود عرسال وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رعى تنفيذه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمواكبة من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، وسبقه تحرير 3 أسرى من حزب الله مقابل سجينين من سجن رومي وثالث كان موقوفا لدى الأمن العام اللبناني وأنهى محكوميته. الاتفاق يقضي أيضا وفور وصول الحافلات إلى الإفراج عن 5 عناصر من حزب الله كانوا أسروا في حلب في العام 2015، وكان مسلحو النصرة قد أحرقوا مقراتهم ومبنى الأركان في وادي حميد. ما أنجز في جرود عرسال كان في صلب اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واللواء عباس إبراهيم، وقد أكد الرئيس الحريري بعد اللقاء أن الدولة قامت بواجبها وأن جرود عرسال انتهت من الإرهاب. وقال رئيس الحكومة إن الجيش سيقوم بواجبه بما يتصل بإرهاب داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، ونرفض الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد أن الدولة ستهتم بعرسال للنهوض بها وستكون قضيتها على جدول أعمال مجلس الوزراء. وفي آخر مستجدات عملية التبادل في جرود عرسال انطلقت قوافل مسلحي جبهة النصرة والنازحين السوريين إلى الأراضي السورية بمواكبة من الأمن العام اللبناني والصليب الأحمر وهيئات دولية. عقب أيام من التفاوض والذي كاد أن يتوقف بسبب شروط جديدة وضعتها جبهة النصرة ليلة الأربعاء، تمكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من إعادة سير العملية التفاوضية إلى السكة، وقد دخل على الخط عنصر الإفراج عن موقوفين سوريين. وبالفعل تمت عملية التبادل، إذ تسلمت جبهة النصرة 3 موقوفين من سجن رومية مقابل تسلم حزب الله 3 عناصر كانوا ضلوا طريقهم أثناء معارك جرود عرسال الأخيرة. اللواء إبراهيم أشرف على عملية التبادل التي تم من خلالها تسليم عناصر حزب الله 3 وهم حمد حرب وشادي صغيم وحسام فقيه بصحة جيدة. وفي إطار المرحلة الثانية من التفاوض بدأت عملية انطلاق الحافلات من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال، لا سيما القافلة التي تقل المسلحين وعائلاتهم من وادي حميد باتجاه وادي الزعرور وباتجاه فليطة السورية وصولا إلى إدلب، حاملة معها أبو مالك التلي وحوالي 8000 نازح من بين عناصر من جبهة النصرة وعائلاتهم، وذلك وسط إجراءات للجيش والأمن العام اللبناني ومشاركة صليب الأحمر الدولي واللبناني وهيئات دولية. وبحسب المعلومات فإن صليب الأحمر نقل كذلك 11 جريحا للنصرة برفقة القافلة المغادرة إلى سوريا. وبلغت أعداد الذين ستقلهم الحافلات من عرسال إلى إدلب السورية 7777 بين مسلح مدني ينقسمون إلى منطقتين، يتواجد في المنطقة الأولى الواقعة تحت سيطرة الجيش اللبناني 116 مسلحا و6101 نازحا، والمنطقة الثانية الواقعة خارج سيطرة الجيش اللبناني يتواجد فيها 1000 مسلح و560 نازحا.
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 5 عناصر من حزب الله كانوا قد أسروا في تلة العيس في حلب عام 2015 استكمالا لعملية التفاوض ليبدأ الشق الثاني منها في نقل سرايا أهل الشام، وعددهم 3000 من المسلحين والمدنيين من النازحين السوريين إلى قرى الكلمون والرحيب السورية في عسال الورد والسحل حوش عرب ويبرود وإلى الرحيب السورية. من جهة أخرى أشارت المعلومات إلى أن جبهة النصرة قامت بإحراق مقراتها في مناطق انتشارها في وادي حميد والملاهي ومبنى الأركان الأساسي في مخيم الباطون، كما نقل عن أبي مالك التلي قوله للمقاتلين: نحن لم نستسلم وسننتقل إلى منطقة أخرى. وقد حاول تنظيم داعش استهداف حافلات المسلحين واللاجئين خلال توجهها من لبنان إلى سوريا. إلى ذلك أقدمت جبهة النصرة على إنزال رعد الحمادي الملقب برعد العموري من إحدى الحافلات المغادرة من وادي حميد إلى إدلب وقتلته أمام النازحين المدنيين. ويذكر أن القافلة ستتجه عند وصولها إلى النقطة المتفق عليها وسيواكبها الهلال الأحمر السوري باتجاه حلب سالكة الطريق الدولي دمشق حمص ومنها إلى حلب. أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الحكومة مستمرة في العمل لحل مشكلة داعش، لأننا لا نقبل وجود أي نوع من الإرهاب على الأراضي اللبنانية. ولفت إثر لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أطلعه على مجريات عملية إخلاء مسلحي النصرة إلى أننا نفتح باب التفاوض مع داعش إذا كان من صلبه مصير العسكريين المخطوفين. وأشار الحريري إلى أننا تمكنا من إنجاز اتفاق الجرود كدولة وأنهينا المشاكل في جرود عرسال، مضيفا أن الحكومة وضعت خططا لمساعدة أهالي عرسال. الحمد لله تمت هذه المهمة وطلعوا كل جماعة النصرة مع 5000 عائلة إلى سوريا. أنا بهمني أنه يعرف الجميع أنه نحن بآخر المطاف اللي بهمنا هو أمن اللبنانيين في عرسال، وأيضا أنه عرسال ترجع تستعيد حياتها الطبيعية، لأنه خلال كل هالسنين منذ بدأت هذه الأزمة في وضع اجتماعي أمني كتير صعب بعرسال، وإن شاء الله نحن مكملين في معالجة هذا الموضوع فيما يخص كمان داعش، لأنه نحن ما حنقبل أن يكون في أي نوع من الإرهاب على أي أراضي لبنانية. وهون الجيش اللبناني إن شاء الله عم يدرس ويشتغل على أساس أنه يكون في شيء قريبا، وهذا الشيء بتناقش مع الجيش اللبناني. أهم شيء هو أنه نحن قدرنا ننجز هذا الإنجاز كدولة بشكل كثير سريع. تم في مفاوضات كانت صعبة، ولكن بالآخر حظينا اللي بدنا إياه وأنهينا هذا النوع من المشكلة اللي موجود في جرود عرسال. فأنا حب وبالنسبة لعرسال نحن وضعنا خطة لنهض يعني نساعد أهالي عرسال ونطلعها من المشكلة الاجتماعي والمعيشة اللي هي فيه، وبكره حيكون موجودة على مجلس وزراء، وهذا الشيء حيساعد الأهالي اللي موجودين. نحن موقف الحكومة اللبنانية هي حماية اللبنانيين والمخيمات اللي موجودة هناك. هلأ بأمور تعرف أن نحن بالسياسة في أمور بنختلف عليها بنتوافق عليها، وهذا الشيء يعني يمكن اللي بيميز لبنان عن ويميز يمكن هذه الحكومة. أنتم بتعرفوا الحكومة هيدي هي اللي طرحت أنه ندفع 500 ألف دولار حتى نعرف أي معلومة على موضوع العسكريين في اللي مع داعش، صح ولا لا؟ بدي أشكر اللواء عباس على الجهد اللي قامه، راضي كثير عليه، شكرا. رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي أن ما حصل في جرود عرسال من انتصار على الإرهاب هو انتصار لبناني شامل لاقى إجماعا لبنانيا، وأثبت أننا قادرون على تحقيق الإنجازات الوطنية ومواجهة التحديات والأخطار المحتقة بالوطن، أكان من العدو الإسرائيلي أم من الإرهاب التكفيري. وتطرق رئيس المجلس إلى عدد من الملفات الحياتية مشددا على وجوب تعزيز الجهود ومعالجة مشاكل الكهرباء والنفايات والمياه وتفعيل عمل الإدارات. في حكي عم يتردد انه ربما يصير في رد للسلسلة. دولة الرئيس نبيه بري
يشك في صحة هذا الكلام. دولته بيعتبر أنه ربما بيكون في ملاحظات على هذا الموضوع، بالرغم من أنه كل الفرقاء السياسيين، كل الكتل البرلمانية وافقوا، على رأسهم التيار الوطني الحر، اشتغلوا كمان فيما يتعلق بموضوع السلسلة. وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، تابع رئيس الجمهورية ميشيل عون مع زواره الملاحظات التي تريده على قانون السلسلة والمطالبة برد القانون. وأكد الرئيس عون أن الوضع يحتاج إلى معالجة جذرية من خلال خطة اقتصادية متكاملة يجري العمل على وضعها حاليا. شكل موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الأحكام الضريبية والملاحظات الكثيرة التي ترد عليه من جهات مختلفة محور متابعة من قبل رئيس الجمهورية ميشيل عون، لا سيما خلال لقائه وفدا من نقباء المهن الحرة في بيروت وطرابلس الذين وضعوا ملاحظات حول ما جاء في قانون الإيرادات، لا سيما المادة 17 والتي تقتطع نسبا من الفوائد على الحسابات المصرفية وتضع ضريبة على الإيرادات السنوية لأصحاب المهن الحرة، مما يعني برأيهم ازدواجا في فرض الضرائب. الرئيس عون أكد أن هذه الملاحظات وغيرها ستكون موضع درس وتقييم في مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. هذا الأمر كان أيضا في صلب لقائه مع وفد برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمي، الذي طالب بإعادة درس السلسلة كي تكون عادلة ومتوازنة وممكنة. وقدم الوفد للرئيس عون مذكرة مفصلة حول مطالبه وأبرزها رد القانون، وأكد الرئيس عون أن جميع النقاط التي طرحت تحتاج إلى دراسة. رئيس الجمهورية استقبل كذلك وفدا من الحركة الأسترالية اللبنانية الموحدة برئاسة السيناتور الفيدرالي كيمبرلي كيتشينغ، وجرى عرض لموضوع النازحين السوريين في لبنان وكيفية رعاية الدولة اللبنانية لهم. وأشار الوفد إلى أن الحكومة الأسترالية ستقدم مبلغا بقيمة 320 مليون دولار لمساعدة النازحين. وشدد الرئيس عون أمام الوفد على أن لبنان لم يعد يحتمل الأعباء الملقاة على عاتقه جراء هذه الأزمة، مشددا على أهمية العلاقات اللبنانية الأسترالية. وفي السراي الحكومي حضر موضوع سلسلة الرتب والرواتب في لقاءات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. السلسلة ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشار الأسمر. الوفد بحث أيضا مع الرئيس الحريري موضوع الفساد الإداري والشروع في الإصلاحات. ناشد فخامة رئيس الجمهورية الأمين على الدستور أن يوقع قانون السلسلة ويعيدوا للتنفيذ، لأنه هيدا حق للناس اللي تعبوا لحتى يوصلوا لهالقانون. وزير التربية مروان حميدي التقى الرئيس الحريري مشيرا إلى أن سعي الدولة إلى خفض الكلفة الاستشفائية لا يعني إلغاؤها. فبحب طمن أنه قصة توحيد النظم في الصناديق أو في هذا الأمر يتعلق بتخفيض الفواتير التي تكون على عاتقهم، فطمن الأساتذة الجامعيين بأنه منه بوارد حدا أنه يلغي صندوق أو حتى يضيق على صندوق، بس يمكن يوفر على الصندوق. ومن زوار السراي الحكومي وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. أكد لنا أولا حرصه على خصوصية الأستاذ الجامعي وعدم المساس بأي مكتسب من مكتسباته، موضحا أنه لن يقبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص دون العودة إلى أهل الجامعة ورابطتها والتشاور معهم. أكد بأن المكتسبات المحققة لأساتذة الجامعة اللبنانية مع الحكومات السابقة وخاصة مع حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم ولن تمس. والتقى الرئيس الحريري كلا من النائب أنور الخليل وسفير ماليزيا في لبنان ورئيسة لجنة مهرجانات أمسيات زحلي مغدى رزق. المطارنة الموارنة دعوا من جهتهم الدولة إلى إعادة النظر في قانون سلسلة الرتب والرواتب وتحمل أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص.
العسكرية بعيد الجيش 72 راجين له دوام النجاح، وخصوصا في مواجهة الإرهاب في الداخل والجرود والحدود. المطارنة وخلال اجتماعهم الشهري في الدمام برئاسة الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي، دعوا الدولة إلى إعادة النظر في قانون سلسلة الرتب والرواتب. يستغرب الآباء السير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لمستحقيها، ولكن على قاعدة فرض ضرائب يشكل كل من مترتباتها ونتائجها، في وقت يعاني لبنان من ركود اقتصادي خطير، كما يستغربون تجاهل ما يفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الأهل في القطاع التربوي الخاص بالرغم من التشديد على وحدة التشريع. لذلك يطالب الآباء المشرعين بإعادة النظر في قانون السلسلة، فتتحمل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص. أدعى المطارنة الدولة إلى ضرورة وضع خطة شاملة للتعاطي بجدية ومسؤولية مع ملف النازحين السوريين. أوضح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن الصراخ الحاصل ضد تيار المستقبل سببه أن التيار على حق. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن تيار المستقبل خاض بمفرده معركة حماية عرسال ورص الصفوف خلف الجيش اللبناني باعتباره الأداة الشرعية والحصرية لحماية الحدود. وخلال لقاء أقامته الهيئة العامة لمصلحة الشباب في تيار المستقبل تخلله تكريم قدام الشباب وإطلاق لعملية الانتساب، أشار الحريري إلى أن حزب الله يعمل وفق الساعة السورية الإيرانية. تيار المستقبل بيشتغل عساته اللبنانية مش عساعة حزب الله السورية والإيرانية. مرجعيته بكل شيء بيتعلق بالسيادة هي الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ونقطة على أول السطر. حزب الله كان عم بيخوض معركة بتوقيت سوري إيراني دفاعا عن نظام بشار الأسد، وسخر بخدمتها كل إمكانياته الإعلامية والدعائية والتحريضية. كما كانت كلمات للمشاركين في اللقاء جددت التأكيد على أن قطاع الشباب في تيار المستقبل سيبقى خط الدفاع الأول عن مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحلمه في بناء دولة حقيقية. ألغى وزير الصحة إذن مزاولة المهنة الممنوحة لرئيسة قسم الصيدلة في إحدى المستشفيات الحكومية الكبرى مينباء لقيامها بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية السرطانية واستبدالها بأخرى فاسدة. وكانت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود طالبت بعزل المدعوة بعدما تبين أنها قامت ببيع أدوية السرطان المقدمة من وزارة الصحة واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لصالحها الشخصي واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة منتهية الصلاحية، وأعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال دون علمهم. وطلبت الهيئة التوسع في التحقيق مع موظفين وأطباء قاموا بمساعدة رئيسة قسم الصيدلة وإنزال العقوبة اللازمة بهم ومنعهم من ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل. أعلن نائب وائل أبو فعور رفض اللقاء الديمقراطي رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ودعا في مؤتمر صحفي إلى اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وبرأت بعض المدارس ترفع الصوت بأنه هي مقابل التزامها بالسلسلة ترفع الأقساط على الطلاب في المدارس الخاصة. أولا بالقانون هذا الأمر مخالف. ثانيا هل سأل أحد المدارس الخاصة عن الزيادات التي سبق وتم إقرارها سابقا قبل السلسلة؟ صارت 3-4 سنين نحن بنحكي بالسلسلة وربما أكثر، وتحت عنوان الحديث عن السلسلة وتحت ظلال هذا النقاش الذي كان يجري كانت الزيادات عم تصير. هل هذه الزيادات حصلت بموجب القانون ووفقا للقانون اللي حصل؟ في مدارس زادت 85% و90%، وفي مدارس زادت مرة ومرتين وثلاثة خلال السنوات الماضية. شو مبرر الزيادة اليوم؟ لذلك المؤتمر الصحفي اليوم بالاختصار هو للتأكيد أولا على الرفض القاطع لأي زيادة
لأن الزيادات بالمدارس الخاصة على الأقساط المدرسية، لأن هذه الزيادات تنطلق ليس من حاجات بل برغبة، بالرغبة بالمزيد من الأرباح. ثانيا، التأكيد على موقف وزارة التربية باتخاذ الإجراءات بحق المدارس، وهناك آليات قانونية بتقدر وزارة التربية تتخذها بحق المدارس التي تعمد إلى رفع الأقساط بشكل غير مبرر، بشكل غير محق، ودون الالتزام بالآلية المنصوص عنا بالقانون 515. ثالثا، التأكيد على ضرورة السير في مشروع تطوير ودعم المدارس الرسمية في لبنان التي تبقى هي المكان الأفضل لاستيعاب الطلاب اللبنانيين دون الخضوع للكثير من الابتزاز والرغبات بتحصيل المبالغ المالية والتجارية. اقتصاديا، عادت أزمة الرخام والجرانيت إلى الواجهة من جديد مع دعم بعض السياسيين عددا من المستوردين على حساب المصانع المحلية التي توظف 40,000 عائلة. تقرير باسل خطيب. أزمة مصانع الرخام والجرانيت ومسبوبات الأسمنت في لبنان تعود إلى الواجهة من جديد. أغراق ومنافسة وإجازات استيراد مسبقة وتجار يستفيدون على حساب المصانع وبؤر منتشرة في مناطق لبنانية. كنا خايفين من أن يساء استعمال الرخصة ويصير في ضغط من السياسيين على وزير الصناعة لإعطاء رخص للتجار، وهذا اللي حصل. نحن لما طلبنا من دولة الرئيس، من مجلس الوزراء، أنه يوقفوا الإغراق الحاصل على للأسواق اللبنانية بالنسبة لاستيراد الحجر والرخام وكل مشتقاتهم. نعم. طلبنا لأنه كان الأسواق مليانة والمصانع قاعدة ما عم تشتغل وما زالت، وتجاوب معنا دولة الرئيس وتذكر نهارها، قال لي أنا قالوا لي شو بدكم يا صناعيين لبنان لوقف حدكم، وترجم وقتها. نعم. وطلع القرار بأسبوع. رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت ومسبوبات الأسمنت نزيه نجم يقول إن القرار شبه ثغرة الرخص المسبقة حتى تم استغلالها بطريقة سيئة. هذه الرخص المسبقة صار في ضغط على وزارة الصناعة، على الوزير، وأنا بتواصل دائم مع الوزير وعم بأكد لي هالموضوع، مما اضطر أنه يعطي أكثر من 50-60 ألف طن رخص باستيراد بضاعة، وهذه يعني بالحقيقة صارت بالنسبة لنا بدل ما تفيدنا ضرتنا هذه الست شهور. النقابة وجهت كتابا لرئيسي الجمهورية والحكومة بخصوص الأزمة، وتستعد للتحرك صباح الخميس على طريق عام شكة رفضا للأغراق وضرب القطاع. بكرة رح يتبعوا تحركات أخرى. شو رح توجهوا رسالة بكرة بتحركوا؟ لنقول لكل الناس أنه نحن صناعيي هذا البلد، نحن أكثر من 1000 مصنع، منعيش 40,000 عائلة، مصريات اللي حاطيننا من أيام بياتنا لليوم بيطلعوا فوق $2.5 مليار. ما فيكن تسمحوا لواحد حامل شنطة أو تاجر صغير أو هلأ صار عنده شوية ديبويات أنه يجي يلغي صناعة إذا بيحطوا رخص استيراد. أنا من هون من عندك عم بقول أنه ما رح نفتح مصانعنا، رح نسكر مصانعنا ونبقى على الطرقات. وفيما يبدو أن وزير الصناعة حسين الحش حسن يواجه ضغطا من السياسيين ومغلوب على أمره ولم يتمكن من دعم القطاع بشيء، هناك مستفيد رئيسي من ضرب مصانع الرخام والجرانيت. طبعا، طب لما كل يومين ثلاثة في معمل بيسكر، ولما كل يومين ثلاثة في عمال عم تتشرد من بيوتها، طب هذه الشغلة سهلة؟ طب انت كيف ممكن تمشي التاجر وتموت الصناعي؟ هل يجوز انه نحن، معلش استاذ باسل، بطرابلس هيدي الوزير بيقولها دائما، وزير الصناعة. نعم. بيقول كان في 100,000 معلم نجار بطرابلس، اليوم صاروا 4,000. مين مستفيد من ضربكم انتم كقطاع الصناعة؟ التاجر يا خي، التاجر، التاجر. هذا وتطالب النقابة من الحكومة الطلب من المجلس النيابي حق التشريع ومنع استيراد التربيع المنشورة إلا بعد فرض الرسم النوعي عليها. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ملك البحرين يؤكد أن العالم الإسلامي يقف إلى جانب السعودية. وبعد كوريا الشمالية، الولايات المتحدة تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات. أهلا بكم مجددا. أعربت واشنطن عن أملها في تفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش، فيما كشف تقرير عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في سوريا إلى 40 خلال هذا العام.
وجهة نظر أمريكا أن لا مستقبل للأسد في حكم سوريا ما زالت قائمة، هذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكية ريك تيلرسون الذي أمل في تفادي اندلاع حرب أهلية في سوريا بعد هزيمة داعش. لا نزال نعتبر أن نظام الأسد لا مكان له في مستقبل حكم سوريا، نعمل على إبقاء سوريا موحدة وغير مقسمة، وعلى أن تكون للشعب السوري إمكانية وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ليختار قيادته الجديدة، ملتزمون بضرورة دحر داعش والتشكيلات الإرهابية الأخرى، كما ملتزمون بضرورة إحلال الاستقرار في سوريا بعد المعركة ضد داعش. وشدد الوزير الأمريكي على عودة المسلحين الإيرانيين إلى بلادهم. ميدانيا تمكنت فصائل الجيش السوري الحر من تحرير منطقة بئر محروثة في البادية السورية إثر عملية عسكرية مباغتة ضمن معركة الأرض لنا، ما أدت إلى مقتل أكثر من 10 عناصر من الميليشيات الطائفية واغتنام دبابة ومدافع عون وأسلحة خفيفة. في غضون ذلك أكدت زوجة المبرمج الفلسطيني السوري باسم صفدي أن النظام السوري أعدم زوجها في العام 2015 وذلك بعد 3 سنوات على توقيفه، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. على صعيد متصل نفت وزارة الدفاع الروسية تقريرا عن ارتفاع الخسائر في الحملة العسكرية الروسية في سوريا ووصفته بأنه كذبة من الألف إلى الياء. ويستند التقرير الحصري الذي نشرته رويترز إلى روايات عائلات وأصدقاء القتلى ومسؤولين محليين، ويشير إلى أن عدد الفعلي لقتل الجنود الروس والمتعاقدين هو 40 على الأقل هذا العام، أي ما يزيد عن الأرقام الرسمية. أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل ما يدعمه ويموله. جاء ذلك على هامش زيارة العاهل البحريني للمملكة، حيث التقى في مدينة جدة نائب العاهل السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما أكد الملك حمد وقوف العالم الإسلامي بأسره مع المملكة في مساعيها الخيرة ودورها القيادي في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، معربا عن اعتزازه برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة الحج. أوضح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العلاقة مع السعودية نابعة من استراتيجية انتهجتها حكومته لتطوير علاقاتها مع دول الجوار، مرحبا بدور الكتل السياسية في هذا الصدد. بدوره أعلن المكتب الخاص للزعيم العراقي مقتدى الصدر أن زيارته الأخيرة للسعودية ومباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدت توافقا في الآراء، كما لمس حرص الرياض على علاقتها بالعراق. وبحسب مكتبه بحث الصدر مع مسؤولين سعوديين فرص الاستثمار وتنمية مناطق جنوب ووسط العراق وتقديم المساعدات للمتضررين والنازحين والمهجرين. وكان من النتائج المهمة في هذا الصدد تقديم الرياض لحكومة بغداد 10 ملايين دولار إضافية. عقد وزير الخارجية المصرية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل في القاهرة، وأكد الجانبان على ضرورة رأب الصدع بين القيادات الليبية واعتماد اتفاق الصخيرات للوصول إلى حل للأزمة. كما بحث الطرفان الأزمة مع قطر، حيث اعتبر شكري أن الدول المقاطعة لم تلمس جدية الدوحة في التعامل مع مطالب الدول الأربع، في حين شدد الوزيران على ضرورة تنسيق الجهود للوقوف بحزم بوجه الدول الراعية للإرهاب. تطلق الولايات المتحدة الأمريكية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وذلك بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تجربتها الخاصة المماثلة. صاروخ جديد عابر للقارات أجرت الولايات المتحدة الأمريكية اختبارا عليه، أعلنت عنه قبل يوم واحد فقط، علما أنها كانت تحدد مواعيد لمثل هذه التجارب قبل أسابيع أو أشهر. وبحسب مسؤولين أمريكيين في قيادة الضربات العالمية في سلاح الجو، فإن التجربة الباليستية غير المسلحة انطلقت من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا، وتهدف إلى التحقق من تأثير وجاهزية ودقة نظم الأسلحة وتطويرها. وتكتسب هذه التجربة الصاروخية توقيتا بالغ الأهمية يتزامن مع التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية، وآخرها تجربة صاروخ باليستي أصبحت بموجبه الولايات المتحدة بأكملها تحت مرمى صواريخ بحسب الزعيم كيم جونغ أون.
وقد استدعى هذا التهديد الكوري قبل أيام ردا فوريا وسريعا من واشنطن التي أجرت مناورات متتالية مع حليفتيها في شبه الجزيرة الكورية كوريا الجنوبية واليابان باستخدام صواريخ باليستية ونشر المزيد من وحدات نظام ثاد الأمريكي المضاد للصواريخ. وبالرغم من مرور عقود على انتهاء الحرب الباردة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تنشر مئات من الصواريخ بأنحاء الريف الأمريكي، والتي يبدو أنها دخلت عالم النسيان حاليا بسبب انشغال الرأي العام الأمريكي بالتهديد الذي يشكله خطر الإرهاب. وتتابعونا بعد الفاصل. الأسعار الجديدة للخطوط الخلوية العادية والمميزة. وحماس تشكر المفتي دريان على دعمه الأقصى. هزت جريمة مروعة منطقة عكار وقد راح ضحيتها الشاب العشريني صهيب عين بعدما أقدم المدعو عين عين على إطلاق النار عليه من بلدة الشيخ عياش فأصابه في رأسه وفارق الحياة على إثر ذلك. وتبين أن الجاني أقدم على فعلته بعدما تقدم القتيل بطلب يد ابنته ووقع شجار بينهما حصلت على إثره الجريمة، ولاحقا سلم الجاني نفسه إلى استخبارات الجيش. أكدت قوى الأمن الداخلي أنه بناء لإشارة القضاء المختص وفي محلتي ظهر البيدر وتل الأبيض في بعلبك وبتوقيت متزامن قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتنفيذ عملية إطباق مزدوجة تمكنت بنتيجتها من ضبط سيارة بيك أب محملة بصناديق تحتوي على حافظات حرارة في محلة ظهر البيدر وفيها 4 ملايين حبة كبتاجون، وقد ضبطت كمية كبيرة من المواد الأولية لتصنيع الكبتاجون في مستودعات في بعلبك. وأشارت المديرية إلى أنه بعد الاستماع إلى السائق الشاحنة وهو لبناني حا با أفاد بأنه كان مكلفا نقل الحكومة من بعلبك إلى بيروت لصالح المدعو جيم شين وهو لبناني أيضا تمهيدا لتصديرها إلى الخارج. وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق معه. حدد وزير الاتصالات جمال الجراح أسعار الخطوط الخلوية العادية والمميزة بعد تخفيضها. أصدر وزير الاتصالات جمال الجراح قرارا حدد فيه الأسعار المخفضة للأرقام الهاتفية الخلوية بهدف اعتماد آلية واضحة وموثقة لتنظيم عملية تحديد أسعار الخطوط الخلوية العادية والمميزة لمنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها. وأصبحت الأسعار الرسمية للخطوط العادية والمميزة كالآتي: كلفة الخط العادي المسبق الدفع 3.3 دولار أمريكي، خطوط الأرقام البرونزية 110 دولار أمريكي، أما الأرقام الفضية 220 دولار أمريكي، وخطوط الأرقام الذهبية 440 دولار أمريكي، في حين تبلغ كلفة الأرقام الماسية دايموند بي 2500 دولار أمريكي، أما دايموند أي فكلفة الخط 5000 دولار أمريكي. يذكر أن الأسعار جميعها تشمل الضريبة على القيمة المضافة، علما أن الخطوط متوافرة بما يكفي السوق بأسعار محددة أعلى في مراكز تاتش وألفا والموزعين المعتمدين. وفي حال وجود أي شكوى من المواطنين مرتبطة بالأسعار المذكورة أعلاه، يمكنهم التواصل مع مكتب الشكاوى التابع لوزارة الاتصالات عبر الخط الساخن 1775. وكان وزير الاتصالات جمال جراح أصدر قرارا جديدا حول بموجبه مبلغا وقدره 25 مليار ليرة لبنانية من عائدات الهاتف الثابت إلى البلديات عن الفصلين الأول والثاني من العام 2017. كما أصدر قرارا حول بموجبه مبلغا وقدره 38 مليار و45 مليون و413 ألف ليرة لبنانية من عائدات الخلوي عن الفترة الممتدة من الأول من أيار إلى نهاية شهر تموز من العام 2017. في دار الفتوى وفد من حركة حماس نقل إلى مفتي الجمهورية تحية المقدسيين لمواقفه المتضامنة مع الأقصى، ناقلا إليه رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيي. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من الحركة برئاسة علي بركي. الوفد شكر المفتي دريان على كل الدعم الذي يقدمه دعما للفلسطينيين عبر استنهاض العلماء والخطباء من أجل نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وكان دور مهم لسماحة المفتي وللبنان في نصرة الشعب الفلسطيني وخصوصا أهلنا في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك.
طبعا سمعنا من سماحة المفتي أولا، تلقينا منه شكر على هذه الرسالة وتحيات إلى الأستاذ إسماعيل هنية وإلى المقدسيين وإلى الشعب الفلسطيني في الداخل الذين سطروا انتصار مهم وعظيم ضد الاحتلال الصهيوني. كما استقبل المفتي دريان رئيس مجلس عمدة دار العجزة الإسلامية محمود فاعور، وجرى البحث في أوضاع دار العجزة والخدمات التي تقدمها للمرضى. وإلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع أسعار النفط يلي شهدت تراجع اليوم بفعل زيادة مخزونات الولايات المتحدة من الخام، وبيبقى العامل الأكثر تأثيرا على الأسعار العالمية للنفط هو استمرار ارتفاع امدادات أوبك. وننتقل إلى شركة أبل يلي حققت أرباح بالأشهر الثلاثة المنتهية بتموز، بلغت أرباح الشركة 8.7 مليار دولار، أي زيادة 11.8% على أساس سنوي. أيضا ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7% لتبلغ 45.4 مليار دولار. بعد الإعلان عن هالنتائج شهدت أسهم الشركة ارتفاع بحوالي 5%. ومننهي مع نتائج رويترز، حيث شهدت أرباحها ارتفاع فائت التوقعات للربع الثاني من العام. هالأرباح أتت مدعومة من الطلب على بيانات الأسواق إضافة إلى نمو أنشطتها. ووفقاً للشركة بلغ صافي ربح الشركة 206 مليون دولار، أما إجمالي الإيرادات فبلغ 2.78 مليار دولار. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس صيف عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد جولة على الدول العربية. بنبلش جولتنا مع القاهرة 37، 39 بتونس 27 درجة بالرباط، 49 ببغداد، 38 بدمشق، 31 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 45، الدوحة 42، والرياض 45 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام عم بيكون غائم جزئيا مع حرارة على الساحل عم بتتراوح بين 23 وال 32 درجة، بالنسبة للرطوبة عم بتسجل أقصاها 75%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. انخفاض بسيط درجات الحرارة على الجبال تتوصل أقصاها لل 25 درجة، أما بالداخل عم تتراوح بين 19 وال 36 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 32، طرابلس كمان 32، 25 بالأرز، 30 درجة بالكورة، 33 درجة بالهرمل وبعلبك، 32 درجة بيريا، من كامل عجبال 32، 22 بميروبة، 32 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 32 درجة وطقسة عم بيكون غائم جزئيا، 36 بزحلة، 30 بشتورة، 31 بعنجر، 23 درجة بمشغرة، جزين 23، 27 برشية، 29 بمرج عيون، والختام مع بيت الدين 26 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا 31 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع حرارة بتتراوح بين 23 و 32 درجة، انخفاض بسيط بدرجات الحرارة نهار الجمعة والسبت تتستقر وتوصل أقصها لل 31 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة بتتراوح بين 25 و 17 درجة. هيدا كان كل شي لليوم، بشوفكن بكرة. في دي ان اي بعد هذه النشرة يضيء نديم قطيش على تفاصيل مشهد استسلام زعيم جبهة نصرة أبو مالك التلي. والآن إعادة للعناوين. مهمة هو أمن اللبنانيين في عرسال، وأيضا أنه عرسال ترجع تستعيد حياتها الطبيعية.
الحريري إثر استقباله اللواء إبراهيم، نفتح باب التفاوض مع داعش إذا كان من صلبه مصير العسكريين المخطوفين. المرحلة الثانية من اتفاق الجرود قيد التنفيذ والنصرة خارج الأراضي اللبنانية. ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في سوريا إلى 40 هذا العام وموسكو تنفي ذلك. وإلى هنا تنتهي هذه النشرة. من هنادي ومني ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إلى اللقاء.